عندنا الجبن البيضه، عندنا جبنه قريش، عندنا جبنه البته، عندنا اي نوع جبنه، اي نوع جبنه عندك. عايز اعمل له برضو ايه تحبيشه كده. ممكن اعمل ايه؟ انا مثلا لو عندي جبنه قريش وعايزه اخليها يعني اخليها غنيه شويه، اجيب جبنه بته على جبنه قريش، اتنين على بعض يعني. جيبي علبتين جبنه مثلا على نص كيلو جبنه قريش، او ربع وربع. جربي الاول في كده، ربع وربع، ربع كيلو من الجبنه القريش وربع كيلو من الجبنه البته، واخلطهم مع بعض تمام، هيدوا طعم حلو قوي الاثنين مع بعض. بعد كده حابه ازود لها بقى يعني شويه، احط لهم زيتون، افرم معاهم، افرم لهم زيتون ماشي. حبه تانيين اخدهم احط لهم شطه وفلفل، حبه تانيين ممكن احط لهم ابشر لهم طماطم، بس دي بقى الطماطم دي ما ينفعش غير تتاكل في ساعتها، ما ينفعش ان انا اخزنها، انما هنا لا، ده ممكن اخزنه. ابو زيتون لا، ممكن يقعد معايا فتره كبيره. انا بخلط دول مع بعض، الجبنه الجبنه القريش مع الجبنه البته، بيدوك قوام حلو جدا. يا اما هفرم لهم توم، يا اما هعمل لهم شطه وفلفل تمام. الطماطم دي لو انا بعملها، وهنا ممكن احط له زعتر برضو، او هنا احط لها زعتر، زعتر ده يعني حسب ما تحبي. الطماطم لو انا حطيت لها طماطم ده اكل يومي، ما يبقاش لتاني يوم، يعني بعمل طبق الجبنه بالطماطم ده في يوميها، يعني ممكن اعمل لها خلطه مثلا ايه، شويه من الجبنه دي على شويه من الجبنه دي على شويه زيتون على شويه طماطم شويه فلفل، وهرسهم مع بعض بقى دي بس. وزيت زيتون بقى ما شاء الله طبعا، يعني طبعا لازم زيت، لازم زيت في الاخر خالص، بس مش في الخلطه. الجبنه بقى هجيب كده، هحط الزيتون الاول، ممكن اجيب شويه اخضر على شويه، شويه اخضر على شويه ايه اسود، او نوع واحد مش مهم. افرمهم وراح اروح حاطه معاهم الزعتر اختياري وسن الكمون. انا ان شاء الله في رمضان هبقى اعمل لكم تشكيلات جبن كتير، بس هي دي حلوه جدا. واروح حاطه الجبنه القريش دي، تحطيها في علبه عندك كده في التلاجة، تستخدمي منها، اعملي ربع كيلو ربع كيلو مثلا، ربع كيلو على ربع كيلو بتاخدوا حوالي اقل من ربع كيلو زيتون من اي نوع، ما تكتريش عن كده، مش حادق قوي. واروح خلطاهم ببعض، كله كله زيت زيتون بقى. عايز احط زيت زيتون عليه هيبقى برضو حلو جدا. مش عايزه، عايزه تسيبيه كده، سيبيه كده ماشي، سيبيه الاثنين. هحط هنا كده ايه زيت زيتون على الربع كيلو ده كده جاهزه برضو على التقديم. بس كده خلصنا. نجيب بقى بطرمان، نجيب بطرمان او علبه، مش هتقول لك لا يعني. واروح حاطه فيها خلطه الجبنه الحلوه دي. ممكن تعملي طبعا ربع كيلو ربع كيلو، ممكن تقسمي الربع على نوعين، احط نوع بالزعتر بس وزيت الزيتون، ونوع بالزيتون، نوع تاني بالفلفل. طماطم لا، الطماطم بتحمض بسرعه، فلازم ان انا استخدم في ساعتها ماشي. ده كده ايه، كنت سبت زيتون حطيناهم على الوش، كان معروف ايه ده زيتون ما بانش.